الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وعلى آلائه الجسيمة، حيث أنزل إلينا أفضل الكتب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وشرع لنا أفضل شرائع دينه، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيد عنها إلا هالك، ما من باب للخير إلا ودلنا عليه، وما من باب للشر إلا وحذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته وقذف أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاسمعوا لقول الله وعد، إذ يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحدوا الله وصلوا على حبيب الله. مع الدرس السادس بعد التسعين من دروس الوعظ والإرشاد والتذكير، تبعوتكم معوت نفسي في هذا المسجد المبارك، ومواصلة لما وصلنا إليه في الحصة الفارقة من حديثنا حول ذكرى الإسراء والمعراج على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكذلك سنتحدث عن فضل شهر شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا باليمن والبركة، وأن يبارك لنا في شعبان، ويبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية. عباد الله، بعدما وصلنا في الحديث عن الإسراء والمعراج، وصلنا إلى السماء الرابعة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها إدريس عليه السلام فسلم عليه ودعا له بالخير، ثم ارتقى إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون ابن عمران المحبب في قومه عليه الصلاة والسلام، وهو أخو موسى عليهما السلام، فدعا له بخير وسلم عليه، ودائما يقول له أهلا وسهلا ومرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم إنه ارتقى إلى السماء السادسة، صلوا عليه وسلموا تسليما. دائما هذا الرقي ارتقى جسدا وروحا. تحدثنا عن الأجساد، أجساد الأنبياء، أنه صلى بهم في المسجد الأقصى ركعتين، ثم التقى بأرواحهم في السماوات العلى. قلنا إن جسدين، جسد عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه رفع جسدا وروحا، وأنه سينزل يوما قبل يوم القيامة، سينزل في آخر علامات الساعة، أي في آخر الزمان، سينزل إلى الأرض فيبقى فيها 7 سنوات، على أصح الأقوال من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي وصلت إلينا بالتواتر وبالأسانيد الصحيحة. وسيدفن في الأرض. وأما عن إدريس فليس لدينا أخبار.
أخبار تدل على أن جسده هل بقي في السماء أم أنه دفن في الأرض، الله أعلم بذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى عليه السلام، موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنفه أقنى أي طويل، أسمر اللون شديد السواد، كأنه من قبائل شنوءة أو من قبيلة شنوءة. والقبيلة هذه قالوا إما أن تكون شبها بقبائل اليمن أو أن تكون شبها بقبائل السودان. فسيدنا موسى عليه السلام كان شديد السواد عليه الصلاة والسلام، وقد فضله الله سبحانه وتعالى على يوسف الذي أعطاه نصف الحسن نصف الجمال، فدعا له بخير وسلم عليه ورحم به. ثم ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وهو في رقيه بكى موسى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما ظننت أن غلاما يأتي من بعدي أتباعه الذين سيدخلون الجنة أكثر من أتباعي. غلاما يعني ما زال طفل صغير أو شباب. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي كان بلال الإسراء والمعراج عمره 50 سنة. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالأقوام الذين كانوا من قبلنا كانوا يعيشون طويلا يا عباد الله. فلذلك ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره للبيت المعمور، والبيت المعمور يشبه الكعبة في الأرض. بيت المعمور في السماء السابعة كل يوم يطوف به 70,000 ملك، ثم يدخلون فيه أو يذهبون إلى مكان آخر، الله أعلم حيث يذهبون. وكل يوم 70,000 ملك جدد ليس القدامى، وما يعلم جنود ربك إلا سبحانه. فهنا سلم عليه ودعا له بالخير وقال: أهلا وسهلا ومرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. مش تعرف الآباء ثلاثة، الآباء في حقيقة الأمر ثلاثة: سيدنا آدم عليه السلام في السماء الأولى، سيدنا إبراهيم في السماء السابعة، وسيدنا إدريس في السماء الرابعة. وإن كان قال له: وأهلا وسهلا بالأخي الصالح والنبي الصالح، وإلا في حقيقة الأمر يعتبر آبا ثالثا لنا. وكذلك إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء جاءوا على أمر واحد وهو إفراد الله بالعبادة وتوحيده جل وعلا، وأنهم أتوا بشرائع من عند الله سبحانه وتعالى يهدون بها أهل الأرض. فإن قال قائل: هل كان آدم نبيا ورسولا؟ فقل: نعم، نبي ورسول ومكلم، كلمه الله بغير حجاب آدم عليه السلام أبو البشرية. فإن قال قائل: لمن أرسل؟ أرسل للثقلين، لأبنائه وللجن والشياطين، يبين لهم شرائع الله. ألم تعلم أن الله علمه كل شيء وعلم آدم الأسماء كلها؟ أسماء المسميات والمعاني جاء بشريعة من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أهبط إلى الأرض وجعله الله خليفته في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، هو وذريته من بعده عليه السلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارتقى من السماء السابعة وصل إلى مكان يسمى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى فيه شجرة، شجرة هذه شجرة السدر وهو المبكر اللي نعرفوه في الدنيا، ولكن هناك شيء غريب، شجر النبق في الدنيا الأوراق بتاعه صغيرة جدا، ولكن لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوراقها كآذان الفيلة. الورقة بتاعها في الدنيا صغيرة، واللي شافها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى رآها الأوراق بتاعها طويلة وكبيرة جدا، وقال: ثمارها
كغلال هجر. القلة بتاع هجر، الوقفة بتاع عبد كان، الثمرة بتاعها في الدنيا صغيرة تشبه الزيتون. وفي لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة رآها الثمار بتاعها مثل القلة، ثم قال: ثم غشيها من نور ربها ما غشيها، فأصبحت لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أنزل الله عليها نورا فتبدلت أوصافها. لماذا سميت بسدرة المنتهى؟ لأن هناك ينتهي علم الخلق. قال: فنظرت إلى أخي جبريل فإذا هو كالحصير البالي من خشية الله، يعني وكأن حصير ممزق. فقلت: يا جبريل، أهنا يترك الخليل خليله أو يترك الصاحب صاحبه؟ قال: وما منا إلا له مقام معلوم، إن تقدمت احترقت، وإن تقدمت أنت يا رسول الله اخترقت. فصلوا عليه وسلموا تسليما. فاخترق النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجب ورأى من آيات ربه الكبرى، رأى العرش والكرسي واللوح والقلم، ورأى كتبة اللوح يكتبون في اللوح ما شاء الله سبحانه وتعالى. يثبت الله ما يشاء ويمحو ما يشاء، وعنده أم الكتاب. وسمع صريف الأقلام، ورأى آيات بينات، أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتعذبون ببعض أوصافهم. ثم قيل له: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: نور إني أراه. ولذلك الإنسان لما يسأل عن الذات الإلهية يقول: الله نور، ويكتفي، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن في سورة النور فقال: الله نور السماوات والأرض. ما خطر بباله. فالله بخلاف ذلك، الله الخالق، خالق السماوات وخالق الأراضين. سنعلم يوم القيامة من هو الرب سبحانه وتعالى يوم يكشف الحجب عن عباده الصالحين ويرزقهم لذة النظر إلى وجهه الكريم من غير إحاطة ومن غير تكييف ومن غير تشبيه، لأن الله لا يشبهه شيء. المهم أن الله سبحانه وتعالى كلم رسوله مباشرة، ولكن انطلق قال: هل من وراء حجب أم لا؟ نقول: نعم، من وراء الحجب. لماذا؟ لأن الله لو كشف الحجب لاحترق كل الكون، ولكن رحمة بالخلق جعل تلك الحجب. وفي الحديث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه عز وجل. فافترض على عبده 50 صلاة في اليوم والليلة. شوفوا يا خياني، لو كان جد 50 صلاة شكون يقدر عليها في اليوم والليلة؟ قلة قليلة. فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، فالتقى بموسى قال: كم افترض الله عليك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن قومك لا يقدرون على ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل بأقل من ذلك ولم يقدروا. قال: فهممت بالرجوع، فنادى مناد من قبل الله أننكث مكانك وسل تعطى. قال: أي ربي خفف على أمتي. قال: فخفف عنها 5. فرجعت إلى موسى فذكرت ذلك، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فما زلت بين ربي وموسى حتى أوصلها إلى 5 صلوات. فقلت له: يا موسى، إن الله افترض علي 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن قومك لا يقدرون على ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل بأقل من ذلك ولم يقدروا. هذاك علاش قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت اللي انتقد سيدنا موسى، قال: ونعم الرجل الصالح كان لكم. ها هو يعني على قانون الأحياء هو ميت تحت الأرض، ولكن في قانون الله سبحانه وتعالى هو حي، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم.
في عالم البرزخ ومع ذلك أفاد الناس. ولذلك قال العلماء يستطيع الميت أن ينفع الحي أحيانا. وقد نفع نبي الله موسى عليه السلام هذه الأمة الكريمة بأن وضع عنها هذه الصلوات، لو كانت 50 من يقدر على ذلك؟ ومع ذلك في الخمس قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي موسى لقد استحييت من ربي، 5 صلوات ما نجمهاش. فسمع مناد يقال له يا محمد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 صلوات ولكنها في الأجر 50. لا إله إلا الله، وقت تصلي صلاة واحدة كأنك صليت 10 مرات، والصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فنزل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وأخذ البراق ورجع به إلى الكعب إلى مكة، وانفلت عنه جبريل ولم يتبقى من الصبح إلا قلة قليلة، لأن في الظلام، يعني الرحلة هذه الكل دامت ساعة أو ساعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الغد في الصباح مع 10 و11 النهار متكئ على جدار الكعبة ويتذكر ما حصل له في الليل. فمر به أبو الحكم أبو جهل اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن هشام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت؟ قال ماذا؟ قال لقد أسري بي البارحة إلى بيت المقدس. فضحك ضحكا شديدا. لماذا لم يحدثه عن المعراج؟ لأنه إن صدقوه في الإسراء سيصدقوه في المعراج. فقالوا المعلومة هذه، فأخذها وذهب بها إلى أصحابه وقال لقد جئتكم بالفصل بينكم وبين محمد، إنه يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس ونحن نضرب بطون الإبل والخيول شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فما زالوا يتحدثون حتى مر بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له إن صاحبك يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس. قال لهم أو قد قال؟ قالوا له نعم. قال إن قال فقد صدق، إني أصدقه بأبعد من ذلك، إني أصدقه بخبر يأتيه من السماء، يعني خبر يأتيه من السماء يعني مسافات بعيدة جدا، ألا أصدقه أنه أسري به إلى بيت المقدس؟ ثم إنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني ذهبت إلى بيت المقدس فصفه لي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد كربت يومئذ كربا لم أكرب قبله ولا بعده، يعني مشى في الليل وما يعرفش قديش من عرصة والدنيا مظلمة وفيها بهرة من النور الداخل وما يعرفش التفاصيل. قال فجاءني جبريل عليه السلام وبين يديه بيت المقدس. الناس اللي تقول هن تطورنا وهن نتفرجوا على البلازما، ها نقول له رسول النبي صلى الله عليه وسلم اول واحد يتفرج عليه بالصوت والصوره عليه الصلاه والسلام. قال فرايته فوصفته له، كل سؤال يسالوني وانا مجاوب، كم فيها من اسطوانه؟ كم من محراب؟ كم من قبه؟ ماذا في مقدمه البيت؟ الى غير ذلك. والنبي يجيب عليه الصلاه والسلام. فبهتوا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بابعد من ذلك، فقال لهم ولقد مررت بعد مجيئي من بيت المقدس بقوم شرد لهم بعير، يعني ضاعلهم جمل، فناديتهم ستجدونه في وادي كذا وكذا وانهم سيرجعون الى مكه بعد 3 ايام، ومررت بقافلة أخرى فشربت ماءها وغطيت إناءها. قال إن شئتم فاسألوه. فانتظروا 3 وخرجوا ينتظرون القافلة. فلما دخلت القافلة قالوا هل شرد لكم بعير؟ قالوا نعم. من قال لكم؟ هل سمعتم رجلا يقول لكم ستجدونه في وادي كذا وكذا؟
قالوا نعم، ما قال لكم؟ قالوا لقد صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وكذبه كثير منه وقال ساحر كذاب. وذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء هذه الحادثة فقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إيماننا بالإسراء والمعراج حق، وهو مكتوب في النصوص في القرآن والسنة، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهو إمداد وإثبات وثبات للرسول صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منها المغزى كل المغزى محافظتنا على الصلاة في الصباح وفي المساء. الصلاة 5 صلوات بل تضيعها، وعلى رأسها الجمعة التي هي بديلة عن الظهر. رد بالك تضيعها، ويقول ضيع كل شيء إلا صلواتك ما تضيعهاش، لأن هي الواصل والفاصل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته في مكة يستقبل القبلة أي الكعبة، ولما هاجر إلى المدينة أمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل بيت المقدس، فبقي 16 شهرا مستقبلا بيت المقدس في صلاته. وفي شعبان مثل هذا الشهر بدلت واستبدلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، شرفها الله وزادها تعظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يرى في السماء ويقلب عينيه هل يرى جبريل نازلا فيوحي له بتبديل الكعبة، بتبديل يعني القبلة، حتى ذكرها الله في القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك بالضبط، يعني جهة ماذا؟ جهة الكعبة. والله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، يعني الكعبة هي قبلة الأنبياء جميعا، ونحن نتشرف أننا في صلاتنا نستقبلها في شهر شعبان. شعبان سمي شعبان لأنه كانوا في شهر الحرام وهو رجب لا يقتتلون فيه، ففي شعبان يتشعبون بطون الصحراء قطعا للطرقات، وكذلك ذهابا للملوك طلبا للهدايا، وكذلك يتشعبون بحثا عن الماء لأن الماء كان عزيزا عند قبائل العرب، ما عندهمش برشا ماء، فكانوا يتشعبون بطون الصحراء بحثا عن الماء. ونحن هاو انقطعت علينا الماء، انقطع علينا نهارين ولا ثلاثة، اكرهنا رواحنا. هذاك علاش قلت لكم في حصة فارضة أن الشدة هي التي تصنع الرجال، أما الرخاء نحن نحب نحل الزبالة تجري تجري، يبدأ يتوضى ما يوضي 10 فريق يحل يحل يحل، وقت اللي انقطع عليه الماء ولا يقتصد يجيب الدبوزة والدبوزة ذيك ربما توضيه مرتين ولا ثلاثة ويقتصده. شفت كيفاش؟ هذيك علاش قلنا لكم راه يجي نهار وتنقطع هذه الاشياء، الرخاء راهو ما يدومش، يعني يتتوى عندك التلفزه وعندك كذا والمكيف والماء البارد، اما يجي نهار باش ينقطعوا هذول. هي ايش نعمل؟ يلزم تتكيف مع تقلبات العصر، عادي جدا تتكيف، ما فماش ضرر، نعمل الجازة ونعمل الشمعة ونرجع عادي جدا، ما فماش سيارة وكذا نرجع للحمار والبغل والجمل أعزكم الله وجلكم الله. وهكذا فلذلك هذه الأيام انقطعت عنا الماء، شوف كيفاش صار حالنا، حالنا مؤسف ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولذلك في شعبان كان الناس يتشعبون بطول الصحراء بحثاً عن الماء. ما هي مزية شعبان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد فيه من الصيام أكثر مما يشهد في غيره، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كانتا يحدثان فيقولان أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كان يصوم شعبان كله، وبعض الأحاديث يقول كان يصوم شعبان إلا قليلا، وبعض الأحاديث تقول أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن شعبان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم، وما رأيته استكمل شهرا كاملا إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. يعني أكثر شهر يصوم النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه النوافل التطوع هو شعبان، حسب رأيكم عليه. والصحابة كذلك، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصوموا برشا في شعبان، وحتى الحديث رأى برشا ناس في الفيسبوك وفي تويتر وفي اليوتيوب وفي الانترنت بصفة عامة يجيب الحديث ويحطه ويبني عليه، يقول لك إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هي شفت الحديث هذا ماذا قال فيه أهل العلم؟ ما شفتش. شفت العلماء شرحوش ولا ما شرحوش؟ لا، ما دام حديث فرض عليه كل شيء فيه، لا يا سيدي، هذا الحديث ضعفه أهل العلم. إذا انتصف شعبان فلا تصوم. علاش؟ ما المانع؟ ما المانع من أن ينام صوم؟ وإن كان صحيحا فقد نسخ. يعني إن كان صحيح فراه جد أحاديث أخرى تنسخه، يعني تبدل حكمه، ونحن ما نتعبدوش بحديث منسوخ أو بآية منسوخة، لا، كان بالمتواتر الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أنت تشوف في النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه الكل، وأحيانا يتبعه برمضان، يكمل شعبان ويدخل رمضان، وقال لهم إني لست كهيئتكم، يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم يصوم في شهرين ورا بعضهم، والناس يحبوا تبعوه وتعبوا، قال لهم لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فراه يبقى يعمل بثلاث أربع أيام لا يأكل ولا يشرب، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. الناس حبوا يعاندوه ويتبعوه في تعبه، الصحابة رضي الله عنهم، فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك. ولذلك ماذا قلنا؟ أن أسامة رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله إني أراك تكثر من الصيام في شعبان. قال يا أسامة ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وإنه ترفع الأعمال فيه إلى الله، فأحب أن أرفع عملي إلى الله وأنا صائم. شفت كيفاش سيد النبي وما أدراك الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أي نعم، يصوم باش يرفع العمل، يعني أنت الشعب تشوف في مخك أن العام هذا الكل باش ينتهي في شعبان، باش تستقبل عام جديد في رمضان، ماذا بيك في شعبان؟ اتصدق، اعتمر، حج، مش حج، يعني مقام الحج. مش معنى مقام الحج؟ الناس اللي تحج غادي كذا وانت ما قدرتش تنجم تحج على بيوت الفقراء والمساكين، ما لا شو. اذا كان الناس بعدوا عن المعاصي وبعدوا يلزمك تتبعهم، تبعد عن المعاصي، تبعد عن الشهوات، وتبعد عن الملذات التي تغضب الجبار، لان هناك شهوات اباحها الله لنا، هناك ملذات اباحها الله لنا، اما الشيء الذي يغضب الرب سبحانه ابعد عليه. ايش معناه؟ مش نمثل لكم مثال بسيط جدا، المعلم اعطى للتلاميذ بتاعه الاوراق بتاعه، الكل يكتبوا في المسودات، الان وقت التنظيف مش يبدو ينظفوا وباش يعطوا يسلموا الورقه بيضاء. انت تو عام كامل من رمضان اللي فات شعبان هذا عملنا برشا معاصي، خلينا ننظفوا توا، لانه ليله النصف من شعبان يطلع الله الى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه الا لمشاحن او مشرك.
المشرك معروف يعبد غير الله، يعبد صنما، يعبد هواء. والمشاحن مشكور، من بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء. وخاصة الإخوة اللي هم أبناء الصلب، خوك والدمك والدبوك، تبدا بتعارك معاه. أرجع تود صالح، ما تقولش هو أصغر مني ويلزم هو يكلمني. لا مساج، مساج راهو شعبان، راهي الورقة متاعك مش تطلع. كيفاش تطلع والملائكة غضبان عليك وربي سبحانه وتعالى غضب عليك؟ فلذلك شعبان اغتنموه بالصيام وبالصالحات. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كانت تكون عندي الأيام من رمضان لأقضيها فلا أقضيها إلا في شعبان. كل مرة هذا نحب نصوم، هذا مش نصوم، هذا مش نصوم، ما نلقاش وقت. نولي نصومهم في شعبان. ما عندكش وقت آخر، ما عندكش. الإنسان اللي هو أخطأ في رمضان اللي فات وافطر نهارين ولا ثلاثة لأجل مرض أو سفر أو خطأ أو ما شابه ذلك، في مذهب مالك حتى الخطأ يرجع. يقول: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. هي في بالك فإنما أطعمه الله وسقاه. هل في الحديث دليل على أنه لا يرجع الصيام؟ ما فماش دليل. ولذلك الحنابلة والشافعية والأحناف أخذوا بظاهر النص وقالوا: لا يرجع من أكل أو شرب ناسيا إلا مالك. عمل أهل المدينة قال: خدش شيئا فليرجعه كاملا. علاش؟ حرمة الشهر، حرمة الشهر، شهر كامل 29 و30 يوم، وأنت افطرت فيه نهارين ولا ثلاثة نسيانا وإلا جهلا ولا كذا، رجح. وقت ايش يرجحهم الإنسان؟ يرجحهم في شعبان، في هذا الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميع ذنوبنا وخطايانا، وأن يبارك لنا في شعبان، ويبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية بنداء فأمن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه. يا ذا الجلال والإكرام، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم تقبل صلاتنا، وتقبل صيامنا، وتقبل ركوعنا وسجودنا، وتقبل صدقتنا، وتقبل زكاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزقنا عمرة قبل الممات، وارزقنا حجة قبل الممات، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم هذه أكفنا قد رفعت إليك، فلا تردها خائبة يا رحمن يا رحيم. اللهم أعط لكل من الحاضرين ما سأل ونوى. اللهم رب لنا أولادنا ونجحهم في امتحاناتهم، وبارك لهم في أعمالهم. اللهم من كان معنا في هذه الساعة مريضا فاشفه بشفائك يا شافي يا معافي، ومن كان معنا مريضا فاشفه بشفائك يا شافي يا معافي. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.